اعتصم العشرات من أصحاب شركات الحج والعمرة والعاملين فيها الأحد أمام وزارة الأوقاف للمطالبة بالتراجع عن تأسيس شركة حج وعمرة تابعة لوزارة الأوقاف، ورفضا للتعليمات الجديدة التي وصفوها بالجائرة. نحن نقف اليوم اعتراضا من شركات الحج والعمرة جميعها على إنشاء شركة خاصة باسم صندوق الحج من خلال وزارة الأوقاف. هذه الشركة غير قانونية، وبإذن الله تواصلنا مع رئاسة الوزراء ووعد رئيس الوزراء أن يوقف هذه الشركة المخالفة للقانون، وأيضا نقف لأنها جاءت تأسيس هذه الشركة تهديد وإجبار للشركات أن ترضخ لقرارات الوزير الغير مسؤولة. لذلك إخواني الكرام نحن اليوم نقف ضد تعليمات الحج والعمرة، ضد التعليمات موسم الحج التي ضرت بالحاج أولا ثم بالشركات ثانيا، وتسببت برفع قيمة الحج لأكثر من 500 دينار على الحاج الأردني. الآن الحاج الأردني، أقل حاج أردني ستكلف رحلة الحج مع مصاريفها لا يقل عن 3000 دينار. الآن لما يكون الحاج أربعة طالعين من أسرة واحدة بدهم يدفعوا 12000. ولذلك قرارات الوزير الجائرة، قراراته الغير مناسبة العديمة الخبرة ستصب في تشتيت موسم الحج. ونستعجب انه في الموسم الماضي قال انه الموسم كان ناجح ومميز وفي اي بي. لذلك احنا حقيقة لن نقبل الا ان يقال هذا الوزير الذي لم يحترم ابناء الوطن. هذه شركات وطنية مقدرة محترمة، اذا كان في مخالفات بسيطة فليحاسبها، اما انه يفتح شركة بتحدي لن نقبل ان يتحدانا باذن الله. وطالب المعتصمون برحيل وزير الأوقاف ومحاسبته، فيما وزع القائمون على الاعتصام بيانا قالوا فيه إن تأسيس وزارة الأوقاف لهذه الشركة مناكفة لأصحاب الشركات وتضييق عليهم. إحنا هاي الوقفة متواصلة، إحنا طالعين من هون إن شاء الله إلى مجلس النواب، لأن النواب معهم خبر وتبنوا قضيتنا، وإحنا نطالب جلالة الملك انه ينظر إلنا، لانه احنا متضررين كشركات، وهذه حوالي 10000 عيلة، 10000 بني ادم راحوا. انا بقول اتقي الله فينا يا وزير. احنا نطالب بإقالة الوزير، أسال الشركات، أسال كافة الأعمال وكلها إلى الحجاج الأردني بالكامل، وزيادة عدد المبالغ المطلوبة من الحج من 1700 دينار إلى 2200 دينار. وهذا ظالم وفتح شركة خاصة له ولأعوانه، وإحنا نطالب بإقالته إقالة كاملة. وبينوا أنهم قدموا اعتراضا على كثير من الإجراءات والتعليمات التي تقوم بها وزارة الأوقاف بحقهم. حازم السردي، الحقيقة الدولية.